نظام المساعدة الطبية راميد للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضل سيد النائب المحترم. سيد الوزير، المستفيدين من راميد في الطراد والاختلالات التي تشوبه لا تزال قائمة. جوابكم سيد الوزير. نفس الأسئلة كانت خاصة وحدة الموضوع، ما بغاوش. شكرا سيد الرئيس. نظام ديال الراميد ما كفيناش فيه دقيقة و25 ثانية. هذا نظام اللي كانت فيه واحد العملية تجريبية نموذجية في جهة تدلى أزيلال، وبينات واحد مجموعة ديال النتائج وبينات مجموعة الشروط اللي خصنا نستجبوا لها بما فيها مقاربة شمولية مبنية على حكامة وتمويل قار إلى آخره. اليوم هذا الشيء كنشتغلوا عليه في إطار يعني توجيهات الملكية السامية، خطاب العرش ديال جهة الملك، اللقاء الأخير مع جهة الملك والبلاغ ديال الدول الملكية في هذا الشيء راه تتبعوه. يعني كاين واحد العمل جاد باش نخرجوا بشكل جذري من هذه المشاكل اللي كيعرفها هذا النظام، باش فعلا نمشيو إلى تغطية صحية شاملة إن شاء الله مع النظام ديال المستقلين اللي كتصر عليه الحكومة واللي بدات فيه المشاورات. إلا استطعنا نوصلوا في 2021 إلى 90% ونقاربوا بين هذه الأنظمة ونخرجوا بنظام عمومي قطب واحد، غنكونوا يعني قطعنا مسافة قوية. إضافة إلى ذلك خصنا العرض الصحي. النظام ديال الراميد والنظام أي نظام ديال التغطية الصحية اللي ما كانش أمامه عرض صحي في القطاع العام وفي القطاع الخاص، لأن خص التكامل. ما يمكن شيء يعني يكون النتيجة اللي كنترجاو فيه. ثم كذلك كنركز على مسألة هو النظام المعلوماتي الوطني المندمج للصحة. كيف يمكن أننا نكون عندنا تصور برمجة؟ شكرا توقع. شكرا شكرا. تعقيب السيد النائب. طبيعة الحال السيد الوزير، نثمن عاليا نظام الراميد الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك والذي مكن أو يمكن أزيد من 11 مليون مغربي من الاستفادة من الولوج إلى الخدمات الصحية. لكن بالمقابل نحن في التجمع الدستوري نعتبر أن هذا النظام الواعد لا يزال طبعاً أمامه عدة اختلالات، أهمها وغادي نختصرها في ثلاثة ديال الاختلالات. أولاً حالة التنافي التي توجد فيها الوزارة، حيث أنها تجمع بين تمويل البرنامج وإدارته، وبالتالي هنا من الضروري إخراج الهيئة المستقلة لإدارة الراميد في أقرب الأجل. رقم اثنين، يعني فشل الوزارة في تأهيل المستشفيات، وهذا طبعا جاء في البلاغ ديال الديوان الملكي، من حيث أن الخدمة ضعيفة أو المواعيد بعيدة جدا أو أن الخدمة منعدمة في بعض المناطق. الاختلال الثالث وهو عدم إنجاز الوزارة لنظام فوترة بالمستشفيات يسمح بتقدير التمويل الحقيقي للخدمة الصحية للراميد. طبعا نحن نعتبر طبعا أن البرلمان ضخ قبل في ميزانية ديال الراميد مبلغ قدره 2.2 مليار درهم للسنة القادمة. نريد منكم يعني التركيز على تمويل الراميد وألا تذهب هذا يعني هذه الأموال إلى مجالات أخرى ربما لا تعني الراميد في فلسفة. شكرا. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي؟ لا.